نعم رندا، صباح الخير لك من جديد. صباح الخير لضيفك الكريم ولكل المشاهدين الكرام. طبعا مشاهدينا اكيد احنا بجوز كنا معكم بفقرات، ولكن هذه الفقره اجت بشكل مفاجئ. بجوز كان في باص متجه، هو باص حجاج من دوله روسيا، وقفنا هذا الباص بالصدفه بواحد الحجاج، وحابين نسال احد الاشخاص الموجودين او الحاج الموجود معنا. صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح الخير. صباح الخيرات. يعني احنا بصراحه معنا الحاج الروسي ايضا. صباح الخير، نقول له صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طبعا احنا حابين نسأله عن الخدمات المقدمة للحاج بواحد الحجاج، وهو ايضا من دولة اجنبية من دولة روسيا. تبي سبراشة بيت كاكتي بريخة سرسي كتبي كاكي مامنتي نرابلس كاكي مامنتي شطبي تبي ايتا بيلا كاك خفالة ديا قاردوك ديا خجة شطو تبي نرابلس اتاك دالي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الحمد لله الناس хорошо встретили в аэропорту, как мы приехали. Гостеприимство приняли, очень хорошие люди. Особенно в аэропорту очень красиво встретили нас, الحمد لله. И когда мы сюда приехали, в город Худжадж, тоже все хорошо. Место для молитвы есть, тахарат, умывание сделали, все, الحمد لله. Покушали здесь. يا الحمد لله الشاس افتوبوس يدم ان شاء الله يدم رادي. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بيقول انه كثير انبسطوا بهالجاي للمملكه الاردنيه، بالمطار جيد جدا، كانت خدمه عاليه وبسرعه، وقاموا باضافتهم طبعا التمر والقهوه العربيه، وانبسطوا بهالاستقبال اللي كان لهم الحار. وبعدين وصلوهم على مدينه الحجاج، اجوا على مدينه الحجاج شافوا انه الوضع كثير كويس، لقوا المكان اللي ممكن انه يصلوا ويتعبدوا ربهم فيه وهو الجامع المبني هنا، ولقوا محل فين يقعدوا ينبسطوا وياكلوا ويشربوا، حتى اذا بدهم يرتاحوا. طبعا في كانت موجوده المنامات متوفره، والخدمات كانت كثير كويسه، وتفاجئوا بهالامر هذا. يعني كثير هن مسرورين بهالجاي لهون، وان شاء الله عم يقول دائما بدنا نتكلم لرفقاتنا واقاربنا انه يجوا لهون ان شاء الله. يعني انا بدي نساله كمان سؤال، والسؤال الاخير، ايش بوجه رساله الى كل حاج بيزور واحد الحجاج وبتجه للديار المقدسه؟ اون سبراشه بت شوتي سكاج كتو سبراشه توجي يخت يبا تاكوي بوت يخت سونر مان بنراول. الحمد لله все нам устраивает, الحمد لله. قريت الحمد لله شتو كله كان تمام وكله كان جيد، وبتشكر كل الموظفين تبع مدينة الحجاج على الخدمة العالية، بتشكر طبعا الجهات الأمنية كمان على الجهة على الخدمات العالية اللي قدموا لهم إياها، وبدي طبعا يدعي كل الناس اللي بيعرفها طبعا وتقدم على الحج أنه يكون مرور عبر المملكة الأردنية، وأنه يجوا لمدينة الحجاج ويشوفوا بنفسهم الاستقبال الكويس اللي قاموا فيه. وبتشكركم لكلاتكم، وبتشكر المملكة الأردنية على الخدمات. يعني احنا نشكرك ونشكر، واهلا وسهلا والسلام عليكم باي وقت بالاردن. طبعا مشاهدينا الكرام اكيد ارجع، اوكي يعني راجعين مشاهدينا، اكيد احنا حابين يكون ايضا حجاج عرب واردنيين، ولكن زي ما نحكي الموسم راح يبلش من يوم السبت القادم، ولكن حابين نكون موجودين معكم بتغطيتنا المباشره والمميزه الاولى على شاشه الوطن، شاشه التلفزيون الاردني، دائما السباقين في نقل الخبر بالصوت والصوره بشكل مباشر. طبعا انا راح ارجع الى رندا كراجل استكمال فقرات برنامج وجيده بعد قليل، خليكم معنا ايضا بفقره. الله يعطيكم العافيه، وزي ما تفضلت رعد يعني ان شاء الله يوم السبت كمان رح نكون بتغطيه مباشره ان شاء الله، فيعطيك الف الف عافيه، وحجا مبرورا لجميع الحجاج.